بكم اخواتي، مرحبا بكم في القناة تاعي. ان شاء الله نتمنى منكم ديروا ابوني وديروا لايك. بالنسبة اليوم جبت لكم وصفة جديدة للبايلا من تحضير الزوج تاعي اللي هو مختص فيها. ونبدأ بالمقادير. عندنا زيت زيتون، طوماتي فريتو، هذه في اسبانيا هنايا لاصوص طوماط نبيعها هكا. عندنا الروز، عندنا لي زيبيس، استعملنا الحرار، شويه كمون، شويه ملح، والثوم محكوك، والاوريغانو، وفلفله، نص حبه فلفله حمراء مقطعه، البصله، والحوت، استعملنا ليمون هنا وحوت مخلط تما. بدينا هنايا داير الزيت زيتون في المقله المخصصه للبايلا، هذه مقله مخصصه للبايلا. اللي ما عندهاش هاد المقله دير في مقله عاديه تكون كبيره وصاي. دار البصله اللي دوك تبدا تتقلى البصله، كما راكم تشوفوا جات بنينه هاد البايلة اللي دايرها الزوج تاعي، والله العظيم صدقوني جات بنينه بزاف. هنا استعملت الدجاج، ليكويس تاع الدجاج، واستعملنا واحد، وراه يزيد في الفلفله اللي قطعها هكا طويله، وزاد الثوم، وزاد هنايا لي زيبيس اللي قلت لكم عليهم، شويه حرار، شويه ملح، شويه كمون، شويه كركم، وراه يخلط فيهم، والملح. هنا كي بدا داك الدجاج نحسو بلي دخلها الطياب، هذاك الدجاج مليح، والبصله تاعنا بدات تذوب. دوك تشوفوا غادي يقليهم هنايا مليح حتى لي هذاك المقادير اللي دارها غادي تهبط لنا، يعني غادي تتقلى، لان كما نعرفوا الحوت ما يديش الطياب بزاف، ما يديش وقت في الطياب. هنا راه يضيف لاصوص طوماط، طوماتي فريتو بالنسبة للناس اللي في إسبانيا. ويخلط كل شيء. هنا راه يضيف في الاوريغانو، بالنسبه للناس اللي هنايا يعرفون نورمالمون الاوريغانو، بالنسبه للناس اللي في الجزائر هذا جاي كيما زعتره، تنجموا ديروا زعتره في بلاصه هذا. وتبدو تقلوا فيها، تقلبوا داك الدجاج باش يطيب، باش يتقلى مليح. كما راكم تلاحظوا بدا يتقلى لنا هنايا، بدا ديك البصله تهبط.
نزيد المعدنوس، شوية تاع معدنوس، ونخلط الخليط تاعنا باش يدخل الطيب كامل. هذا هنايا نضيفو الحوت تاعنا، كريفات، بواسون بلون، المهم اللي عندكم من الحوت نجمو ديرو. هنا ينباع مخصص تاع البايلة، فيه كل شيء. هنا نزيدو ليمون تاعنا، هنا دير زعفران الشعرة، خلاه يدوب في كاس تاع الماء، وضافه في الخليط، ضافه في الوصفة تاعنا. وزاد كاس تاع ماء حامي، هنا بدات تغلينا. كي تبدا تغلي ونحسو باللي الحوت دخله طيب كذلك، نجيبو الروز تاعنا. استعملنا هنا روز بسماتي لانه ما يديش وقت بزاف في الطياب وما يغبناش، فتوزعوا الروز هكا على الحوت هذاك واللحم. هنا بعد ما يغلي نقصوا الغاز تاعنا، نقصوا له كاع، لازم تطيب على نار مهيله ونغطوه. في هذه المرحله هنايا نغطوه باش الروز يشرب لنا هذاك المرق ويطيب. هنايا كما راكم تلاحظوا راه بدا يطيب لنا الروز تاعنا نورمالمون، راه ما باقيلاش بزاف. خليوه يزيد ينشف ونحوه. هنايا راها واجده البايله تاعنا كيما راكو تشوفوا كيفاش جات، وتجي بنينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب نتاعكم ان شاء الله. ما تنسوش بالنسبة كامل الناس اللي راح تشوف هذا الفيديو تضغطوا على زر الاشتراك، ديروا ابوني، ومرحبا بكم معنا باش تكبر عائلتنا ان شاء الله، ونزيدوا وصفات كتر وكتر، ونشارك معكم كل حاجة متعلقة بنا هنا، سواء هنا في اسبانيا ولا في دولة اخرى اذا سافرنا ان شاء الله. شكرا جزيلا اخواتي، ما تنسوش تضغطوا على ابوني وتضغطوا على اللايك. شكرا جزيلا، الى اللقاء، الى المرة القادمة ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء.